بهذه المناسبة أحييكم جميعا وأحيي كل الذين ساهروا معنا وانتزعوا لأشغالهم في مشقة السفر وانتزعوا أشغالهم في مشقة السفر لجمع استمارات الاكتتاب التوقيعات أحييهم بالمناسبة ولكن يعوضنا جميعا الجزائر التي هي بحاجة إلى كل أبنائها وبناتها فمن هذا المنبر ندعو الجميع الا يتركوا اصواتهم تذهب الى اتجاه اخر فالطبيعه تابى الفراغ فلا بد لهم ان يخرجوا يوم 7 سبتمبر للادلاء باصواتهم وانتقاء الرئيس الرئيس الجديد الذين يرونه هم بمقياسهم او بميزانهم